بالقطع طبعا. نحن بنهتم في استراتيجيتنا الحالية بالأسواق العربية اهتمام بقدر كبير. الأسواق العربية بالنسبة لنا تمثل حوالي 20% من إجمالي السياحة القادمة إلى مصر، وده كان 2010، يعني ما انتهينا في 2010. السياحة العربية تبلغ يعني أهميتها وقدرها، وتتضح في أن السائح العربي هو الأكثر مندة إقامة والأكثر إنفاقا بالقطع. بالقطع طبعا إحنا أثناء هذه الأزمة الحالية بتاعتنا كنا بنهتم وبنعطي أولوية خاصة للأسواق العربية. هناك استراتيجية واضحة لينا منذ بداية الأزمات بتاعتنا كانت بتتجه للدول العربية، وكانت بتتجه من خلال أن إحنا نمحو صورة سيئة يعني في أذهان الإخوة العرب. بنروج للسياحة المصرية، بنحاول نستعيد السائح العربي من خلال حملة بتدار دلوقتي في السواق العربية كلها عن طريق شركات العلاقات العامة هناك، وهي حملة وحشتونا. بالقطع طبعا دي أحد الجهود كمان اللي احنا بصددها الآن، واستضافة مجموعة من الصحفيين العرب يمثلون حوالي 7 دول عربية، 25 إعلامي عربي جم هنا يتحدثوا عن الواقع المصري، عن الشارع المصري. الحقيقة دي سابع قافلة عربية صحفية إعلامية تأتي إلى مصر بتستضيفها وزارة السياحة على مدى الأعوام السابقة. وإحنا كمان بنطلع في قوافل عربية مع المركز الإعلام العربي السياحي حتى نحقق مبادرة العودة إلى السياحة المصرية وتشجيع العرب على العودة إلى مصر. طبعا بالقطع أنا عاوز أقول أن الموسم اللي احنا موجودين فيه دلوقتي وهو موسم أجازات بالنسبة للسياحة العربية، اقتزت السياحة العربية في جميع المناطق في الجمهورية، خصوصا في منطقة في محافظة البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء. محافظة جنوب سيناء كان فيها نسبة إشغال حوالي 85%، كان في 32% منها سياحة داخلية والباقي سياحة أجنبية، كانت السمة الغالبة على الموجودين في جنوب سيناء كالعرب. هناك أيضا نسبة إشغال راقية كانت موجودة في البحر الأحمر، وكانت برضو نسبة العرب كبيرة جدا في الواقع، وإن ده طبعا نتيجة لإطمئنان السائح العربي على الموقف بمصر في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة التدفقات السياحية من الدول العربية. بالأمس إحنا يعني عملنا جس نبض لنسب الإشغال الموجودة في القاهرة، هنا لقينا أن معظم فنادق القاهرة مكتظة بالسياحة، وكانت معظمها فعلا من السياحة العربية. ده دليل على أن هناك يعني مؤشرات تقول أن السياحة العربية عائدة، وعائدة بقوة إلى مصر، في وهم متعطشين فعلا العرب إلى زيارة مصر بشكل كبير جدا والعودة إليها. ده طبعا كان نتيجة مباشرة للهدوء النسبي الحادث في الشارع المصري بشكل كبير، واطمئنان السائح العربي واطمئنانه على نفسه في الحضور إلى مصر في هذه الأونة. مما لا شك فيه أن السياحة في مصر في ال3 سنوات أو ال4 سنوات الأخيرة مرت بفترة كساد وانخفاض معدلات في مختلف الأرقام والمحطات. مصر وعلى رأسها وزارة السياحة ممثلة في معالي الوزير هشام زعزوع، يعني لو ما بلغش أقول أنه يحفر في الصخر بصراحة، لأن الرجل واجهته تحديات، واجهته مشاكل. السياحة نحن نشوفها الآن بتتعافى شوية شوية، ونقول يا رب إن شاء الله بإذن الله أن السياحة ترجع مما كانت عليه في عام 2005 و2006 إن شاء الله. والهدف من زيارة المركز السعودي للإعلام السياحي وكذلك المراكز العربية الأخرى تكون يعني ناقل محايد لجميع ما يجري في مصر. أنا بصراحة أنا من رواد مصر، وبنزل مصر في السنة 5-6 مرات. الزيارة الأخيرة هذه أنا تفاجأت بعوائل خليجية كتير، وأنا الآن في قلب النيل،
بسم الله ما شاء الله نسبة الإشغال في البحر الأحمر تعدت على ما تقدر 85% أو 90%. القاهرة شغالة ما بتمشي لغاية الصبح، الأمان موجود، هذه كلها أمانة على عاتقنا، وإن شاء الله ننقلها للناس في الخليج وفي العالم العربي، ورب إن شاء الله يقدرنا أن نكون على قد المسؤولية بإذن الله. الاسم ريان وصف مقلان من صحيفة مكة المكرمة من السعودية. أول حاجة احنا نشكر مندوبين وزارة السياحة على الترحيب وعلى الدعوة هذه، واحنا لبينا الدعوة حبا في مصر. وطبعا احنا كانت في البداية أول ما وصلنا كان في عندنا بروجرام معين، وبصراحة لقينا ترحيب كويس من الناس، وحاولنا ان احنا ناخذ الانطباع اللي موجود بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت في مصر بعد الثورات والأشياء اللي حصلت اللي خفت نسبة السياحة فيها إلى تقريبا نقول 90% أو 95%. وجدنا طبعا يعني نقول إلى 70% أو 80% السياحة عادت. نعمل إن هم يعيدوها بقوة إن شاء الله في الأيام الجاية. يعني تفرجنا على المعالم التاريخية في البلد، في مشروع مهم، مشروع شارع المعز، حيكون على مراحل متتالية. أتوقع إذا اكتمل حيكون شيء كويس وحضاري لمصر، وحيجذب السياح بطريقة جميلة إن شاء الله. أما بالنسبة يعني إحنا حبينا نوصل الصورة إنه مصر بخير، وإنه الأمور يعني على ما يرام، وحبينا نوصل الصورة هذه أول حاجة للشعب السعودي عندنا، والشيء الثاني للعالم العربي. بشكركم.